شرفتونا بوجودكم. انا بدي اشكر كل فريق العمل يلي عم يشتغل بهالبرنامج، يعطيكم الف عافيه على كل مجهود عم تعملوه. وبنشكر ريمو عقيل. استاذ وسام لحظه بالاذن، بس شو بالاذن؟ انا وجودي معكم يمكن اليوم على الطاوله، انا في خلاف انا واستاذ وسام، صار لي 20 سنه بالام تي في. يا رالف ما قلت لك ما تطلعوه على الطاوله اليوم. لحظة شوي كميل، لا لحظة، ممنوع تنزل الطاولة كميل. انا 20 سنة عم بشتغل بالام تي في، انا انشحطت من ورا استاذ وسام بريدي من الام تي في اليوم. كميل انا صار لي 20 سنة بالام تي في، مش هيك بنشيل في معلي. ممنوع تنزل الطاولة، أنا محضر كل شيء لما تنزل الطاولة. لحظة يا شباب، لحظة. أول شيء وقف شوي. بس رح أخبركم شغلة، ممنوع تنزل الطاولة قبل ما يجيني من الإدارة كونترا إنه أنا ما بنشحط أو بندفع لي 3 سنين تعويض يا كاملة. نضال. يا نضال، بعدين بتحل أستاذ إلي بموتك عليه. لا بترجيك، هيدي كله محضر. لك رو شو هيدي نضال. يا نضال، لا 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 وخليك نزلوا الطاولة. إذا ينزلوا الطاولة يا شباب، أنا فرجيكم كيف رح ينزلوا كيف يكون الشغل. لحظة، هيدا دير، احضروا شوفوا على الكاميرا، هيدا داير. تفضلوا اتصلوا بالإدارة. يا نضال لحظة شوي يا شادي، شو اللي هون هول القصص؟ لحظة، ما في نضال، في 20 سنة ضاعوا من عمري معكم هيك. إيه بدك تروق شوي. كميل أنت صاحب، شو هول حطيتيهم قدامك على ال 20 سنة أنا وياك كميل، أنت كيف تقبل يصير فيي هيك؟ عم يعملوا فينا درب؟ لحظة حبيبي، بنحكي تحت الطاولة، خليني اختم الحلقة وبعدين نحكي. لا الريموت بإيدي كمان. لا معلي، ما بتنزل طاولة، إذا بتتحرك الطاولة بفجر. بموتك عليه أستاذ الياس. بس شرفوا شرفوا، إذا تحركت الطاولة أنا بفجر. يلا عند أختك طول بالك. ما في روق شوي، ما في. هلا بتجيبوا لي حقي، هلا بيجي اتصال من الإدارة. قد ايه بدك؟ سوري بالغلط 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 في شرط. شو هيدي؟ قد ايه بدو؟ شاهد اكلت الضرب. انا بدي اقول سوري لفادي. ولا ليك من فادي. فادي ما قطعت عليه. بس فادي صاحبي من 10 سنين ما عرفت عليه تحت. لك نضال مقصد حتى ما ناخذ. انا زعلان. انا بيني وبينك عرفت انه ملعوب، مش هيك؟ قلت لها طول بالك، عم في نظر واستفادت من الوقت. فادي قرب شوي. بس انا بدي اقول لكم شغله، انه لحظه شوي لو سمحت استاذ الياس، لو سمحت. هو بس بدي اقول لكم شغله، انه صراحه أنا الضرب اللي اكلت الضرب هي شهد. ايه حرام شهد الحقيقه، لانه ظهرها للفرقع كان، وبس سمعت الانفجار قالت رحنا. لا بس لانه عن جد عم بيصير حوالينا كل شيء صار معقول، كل شيء صار معقول. العالم بتحسها جنه، طايع عقلها، عم يعملوا شغلات كثير غريبه. انت ما استغربت انه انا ما قربت سلمت عليكم؟ لا بس انا بدي اقول لكم شغله، انه خليني بهالوقت، انا بما انك انت عم تحكي هيك، أكلت الحلو. تعيشي وتاكلي غيرها شهد، تعيشي وتاكلي غيرها كارين، إلى جزء منها تعيشي وتاكلي غيرها. بس هو أصلا نضال غريب شكله إرهابي.